مساء الخير، ازي حضرتك؟ تعرف بحضرتك الاول؟ انا اسمي رولا مجدلاني، مستشار حول قضايا تغير المناخ مع منظمه اهلا بك. متواجده النهارده في القاهره للحضور في قمه المناخ، عايزين يعني وجهه نظرك ايه اللي هيحصل وتتوقعي ايه وتتمني ايه بشان قضايا المناخ؟ انا اول شيء ايه راح يحصل ما بنعرف غير ما يختتموا الجلسه، ولكن هناك قضايا مهمه كثير يعني ببنود بالاجنده يلي هي تعنى برفع سقف التمويل، بقضايا حول اللوس اند دامج ترجمها بقى الى ايوه، ادخلت يعني امبارح ادخل هذا الموضوع في أجندة في بنود ضمن بنود التفاوض اللي هي كتير مهمة، لأنه هذه كان في نوع من التساؤلات حولها على اللوس اند دامج، وبعد عدد من الدول معارضينا لأنه يجي من وراها أعباء مالية، اعتراف بالذنب، اعتراف بال يعني بالدمج اللي حصل على بعض الدول اللي تأثرت من تغير المناخ، يعني كله بيصب بمواضيع التكيف مع تغير المناخ. هذا الشق من المفاوضات يلي عم بياخد أكثر وأكثر أهمية، حتى من يلي كانوا معارضين يلي بس يحكوا إنه تغير المناخ لازم بس يكون في تركيز على التكيف، عم بيصير في اعتراف وقبول إنه لا يمكن أن نعالج تغير المناخ إذا ما عملنا برامج ومشاريع ومولناها تمويل كافي للتكيف مع هذا مع تغير المناخ.